الاتحاد هو العودة، وهذا أول أهداف الأنيق في الشوط الثاني، أول أهدافه وأول إيقاف لمدة دقيقتين في هذه المباراة، وأول إيقاف لهذا السيد علي باسم. سيد علي باسم هو الإيقاف الأول، 12 هدف، يعني راح يدخل التاريخ أيضا. سيد علي باسم هو الإيقاف الأول في دوري خالد بن حمد لكرة اليد. ذكرت لك خالد عبد الله أول من سجل أول أهداف هذا الدوري، وأيضا علي جعفر أول من سجل أول رمية 7 أمتار، وأيضا مهدي سعد أول لاعب أضاع رمية 7 أمتار تصدى لها علي غسان، أول حارس يتصدى لأول رمية 7 أمتار. سعود تصويبه وهدف لسعود، هدف لسعود عبد الرحمن، شاهد السرعة وبرافو يا بلال بشام، لكن يحسبها رمية 7 أمتار. راح نتابعها بالإعادة، هل كان بلال بشام داخل المنطقة؟ يعني قرار السيد محمد باقر هل هو سليم أم هناك يعني كان بلال بشام برا المنطقة؟ شاهدها، لكن لم نشاهدها. أتمنى إعادتها مرة ثانية من زاوية ثانية لتتضح الرؤية أكثر لهذا القرار الذي اتخذه سيد محمد باقر، إيقاف لمدة دقيقتين، وكارت تنبيهي أيضا لعلي عيد. تايجر، تايجر وهو برا يحصل على إندار، تايجر وهو يدافع يحصل على إندار، تايجر معروف، لكن تايجر لحد الآن لم يشارك في هذه المباراة. عموما علي جعفر وبرافو، تضيع هذه الكرة لكن يتابعها اللاعب علي، أول رمية 7 أمتار أيضا يضيعها علي جعفر. شاهد طبعا هناك 5 لاعبين والحارس 6، بلال بشام هو إيقاف لمدة دقيقتين على بلال، لكن بلال في الملعب. شاهد ان هناك بلال بشام هل حصل على إيقاف؟ فعلا يعني الساعة تبين ان هناك كان بلال بشام حصل على إيقاف لمدة دقيقتين، هل تكون مضاعفة للعقوبة؟ طبعا عادل السباع ونادي الاتحاد اعترض على هذه اللعبة او وجود بلال بسام مع الايقاف لمدة دقيقتين. هذا غسان امير المراقب للمباراة، والحديث داير بين كابتن سيد علي الفلاحي مع مراقب المباراة. راح نشاهد العقوبة بعد الهدف، طبعا هل تكون 4 دقائق على بلال بشام؟ ننتظر لمعرفة القرار حاليا. راح يلعب النجمة ب4 لاعبين وتضاع يعني العقوبة خلاص صارت، اعتقادي راح تكون 4 دقائق. فرصة نادي الاتحاد إن عمل جيدا في نواحي الدفاعية.
شاهد الدفاع المتقدم حاليا مهدي وخالد وسعود عبد الرحمن، من بإمكانه أن يسحب لاعبين اثنين، مهدي يمرر والتحرك بدون الكرة مطلوب حاليا، وشاهد دفاع نادي الاتحاد على 9 أمتار بدون أخطاء يلعب ليقع. ضاعت هذه الفرصة، المرمى فاضي يا غسان، يا علي يا غسان، ورجوع لا صعبة 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 صعبة. برافو لنادي الاتحاد، استغلال جيد لحد الآن، استغلال جيد في اللعبة الماضية، خلص الفارق. طبعا علي أنور يحتاج أن يجري أكثر، يحتاج أن يخرج لاعب بسرعة أيضا. مهدي خالد ورمية حرة، راح يدخل لاعب حاليا ويبقى أمام النجمة أيضا، ناقص لاعب عبد الله عبد الكريم. خالد يلعب على الأخطاء، خالد حاليا يحاول إطالة الهجمة نادي النجمة، عملية السلب محمد لاختراق ورمية حرة أيضا. عملية السلبي، هل يصوب محمد؟ تصويب، يا عيني عليك يا محمد يا حبيب، جميلة، كورة قوية لا تصد ولا ترد يا محمد يا حبيب، وجميلة أيضا من نادي الاتحاد. استغلال هذه الثغرة من هذا اللاعب مصطفى محمد، 3 أهداف لهذا اللاعب. 3 دقائق و34 ثانية، يقلص الفارق إلى 3 أهداف. بعد إن كان الفارق يعني الشوط الأول 16 هدف مقابل 11 هدف، فارق 5 أهداف. استقلال النقص العددي، استقلال جيد من نادي الاتحاد، لكن دخل في مرمى هدف. تمل حاليا نادي النجمة، مهدي خطأ على اللاعب مهدي، تضيع هذه الفرصة وتعود، هل يعود الاتحاد بفارق هدفين؟ شاهد الاتحاد يهدئ اللعب، يعلم جيدا أنه يلعب أمام بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر البحريني وبطل السوبر الإماراتي البحريني، 4 بطولات لنادي النجمة في 2021. نادي الاتحاد يلعب بإمكانياته، يحاول مجارات نادي النجمة. هذا الأنيق الشوط الأول، الأنيق مهدي علي لم يظهر لهدف واحد في الشوط الثاني. تغيير في المراكز، تصويبة، شاهد الاندفاع وشاهد الدفاع القوي أيضا من محمد حبيب، رمية حرة. علي رمضان لم تصل لأي كرة لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني، كرة على الدائرة جميلة، في تفاهم جميل بين اللاعب عباس عبد الكريم مع المولاني. تمرير، محاولات التقاطع، فيها إيقاف لمدة 2 دقيقة، والإيقاف الثاني لمحمد ميرزا. محمد ميرزا، أو الإيقاف الأول للاعب محمد ميرزا، 4 إيقافات لنادي النجمة، بينما نادي الاتحاد يلعب كاملا من الشوط الأول والشوط الثاني لحد الآن. ما يحسب أيضا لنادي الاتحاد أنه يلعب متكامل الصفوف، النقص العددي راح يؤثر كثيرا على الفريق عندما تستقل هذه الثغرة. وهذا التصدي عالي أنور، تضيع منك يا عباس يا عبد الكريم، كرة سهلة تضيع، انفراد تام أمام الحارس، والتصدي الجميل من علي أنور. ذكرت لك علي أنور في الشوط الأول كان من أبرز لاعبين نادي النجمة. سيد باسم حاليا على الدائرة ويسحب الحارس،
ويلعب نادي الاتحاد بدفاع متقدم حوله الى 4-2 بالضغط من اللاعب المولاني، وايضا يتحول الى دفاع متقدم على 9 متر. كرة اختراق وهذه سوء تغطية ورمية 7 امتار، رمية 7 امتار يحسبها علي الشويخ، واول ايقاف لمدة دقيقتين للاعب عباس عبد الكريم. بلال بسام راح ينفذ هذه الرمية، 3 رميات في الشوط الاول لنادي النجمة، سجل منها هدفين اللاعب مهدي سعد وضاع واحدة، تصدى لها علي غسان. هذا بلال بسام امام علي غسان، علي وبرافو يا بلال، تركيز جميل من بلال. 19 هدف 6 دقائق و35 ثانية، يعود بالفارق الى 4 اهداف، ويحاول نادي الاتحاد حاليا يسحب الحارس ويدخل لاعب والمرمى فاضي. النجمة 5 لاعبين امام 6 لاعبين في الدفاع، الأفضلية النادي الاتحاد في الهجوم. كورة على الدارة جميلة بين الأخوين مهدي ومحمود، وهدف، هدف لنادي الاتحاد. 15 هدف 7 دقائق و11 ثانية، فارق 3 أهداف، وأمام النجمة 17 ثانية ليكتمل. طبعا هو أيضا يسحب الحارس عبد الله عبد الكريم، محمد حبيب، تمرير سعود واختراق جميل يا سعود، يا سعود يا عبد الرحمن، عندما يخترق هذا اللاعب راح تجد الأهداف. سعود عبد الرحمن تصويبات جميلة لهذا اللاعب، 20 هدف مقابل 16 هدف في أول مباريات الدوري لهذا الموسم، دوري خالد بن حمد موسم 2021-2022. تصويبة وبرافو عباس عبد الكريم، حوائط صد تضيع هذه الكرة. أول 9 دقائق والفارق 4 أهداف، بعد أن كان الفارق 5 أهداف في الشوط الأول. تمرير محمد، عدم الاستعجال، تمويه جميل يا علي غسان، جميلة منك يا علي غسان، ضاعت من محمد حبيب على رقم التمويه الجميل من محمد حبيب والاختراق، ولكن ردة الفعل الجميلة لهذا الحارس علي غسان. يعني اليوم لو تعطيني أقول لك من أفضل اللاعبين في هذه المباراة، طبعا الحراسة، الحراسة سواء من علي غسان وعلي أنور هم الأبرز في هذه المباراة. يعود قاسم، رقم 3 ولديه 3 أهداف. قاسم محمد، حلوة يا علي، حلوة يا علي يا جعفر، 7 أهداف لهذا اللاعب، 7 أهداف لعلي جعفر من خلال 9 دقائق و24 ثانية من الشوط الثاني. مهدي، 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 ردة فعل سريعة قلت لك نادي النجمة، نادي النجمة يعني عندما يتلقى الهدف يعود بسرعة. عليك نادي الاتحاد أن يحسب لهذه الأمور. قافل الوقت، الجولة الأولى والترقب في هذا الموسم، طبعا دورينا هالموسم يختلف، يعود للدور الأول والدور الثاني، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط راح يتوج بلقب البطولة. لا يوجد هناك سداسي أو رباعي، دوري من دورين. محمود، قاسم محمد، علي جعفر، الخط الخلفي، دوران، تسلسل، وصول قاسم، برافو، لكن ملامسة الخط تضيع منك يا قاسم. محمد، كورة جميلة،
كورة حلوة يا محمد يا حبيب، يعني أنا أتكلم عن التمريرة الحاسمة وطريقة التمويه ومن ثم الاستلام الكورة للاعب الدائرة المتمركز سيد علي باسم، يسجل منها نادي النجمة الهدف رقم 22. أداء جميل منك يا محمد يا حبيب، عملية الارتقاء والتمرير للاعب لاعب الدائرة. طبعا بعد هذه المباراة ودخول من الجناح وعلي أنور، علي أنور في المكان المناسب، وهذا باسم سيد باسم أضعها باللب، يعني تحول من الدفاع إلى الهجوم بعملية الفاس بريك. سيد علي باسم تضيع منك الكرة، عليك أن تصور بعد هذه المباراة راح تكون مباراة قوية ومرتقبة بين نادي الاتفاق ونادي الأهلي. غدا أيضا مباراة الأولى راح تكون بين الدير وبربار في الساعة 5:30، راح أكون معاكم في هذه المباراة والشباب وسماهيج لختام الجولة الأولى. طب يعني يبقى نادي التضامن، وكرة جميلة علي جعفر، 8 أهداف لهذا اللاعب علي جعفر، برافو يا علي يا جعفر. علي جعفر أربعة أهداف، الفارق يعود 12 دقيقة وثلاث ثواني. محمد حبيب، سعود تمرير، هل يصوب؟ محمد تصويبة جميلة، محمد تصويبات محمد حبيب جميلة جدا، خاصة الكرة المرتدة في الأرض. علي جعفر تسرع في اللعبة الماضية، عليك أن لا تتسرع أمام نادي النجمة، النجمة فرصة لتوسيع الفارق إلى 6. أيضا تسرع في التمرير من سعود عبد الرحمن، تضيع هذه الكرة، لكن وين اللعب على الفاست بريك على المرحلة الثانية؟ عندما لا تجد الحلول على المرحلة الأولى الفاست بريك، عليك أن تلعب على المرحلة الثانية. عموما فارق 5 أهداف وبداية الموسم واللقاء الذي يلعب اليوم يدخل في التاريخ تحت مسمى خالد بن حمد، دوري خالد بن حمد، وبرافو لهذا الحارس يا علي أنور. يعني اليوم علي أنور والعمل الجبار الذي يقوم به الحارس، تضيع هذه الكرة وهذه فاست بريك على مرحلة أولى، هدف لعلي رمضان، أول كرة ١٩ هدف. يعني علي رمضان، هذا السيد علي الفلاحي مدرب نادي النجمة، علي رمضان أول كرة تصل لهذا اللاعب، لكن هي وصلت له عن طريق الفاست بريك، لم تصل له أي كرة من الجناح. هذا دليل بأن نادي الاتحاد يحتاج إلى لاعب يمتلك المهارة الفردية لسحب لاعبين اثنين وعمل الزيادة العددية في الجهة المعاكسة. محمد حبيب، هذه كرة ضايعة أيضا، ما يحسن، تضيع، لمست الكرة في رجل اللاعب، يحسب نادي الاتحاد. لم أشاهد نادي النجمة أن لعب فاست بريك يعني على مرحلة أولى سواء كرة أو كرتين. يحسب نادي الاتحاد العودة السريعة، رمية حرة وائل أنور، مسح أرضية الملعب طبعا، 14 دقيقة و 21 ثانية.
أفضل المسجلين في نادي النجمة، 5 أهداف، محمد حبيب 5 أهداف، سعود عبد الرحمن بينما 8 أهداف للاعب علي جعفر في نادي الاتحاد. محمد حبيب ويبحث عن الهدف السادس، طبعا محمد حبيب والرمية الجزائية التي يحصل عليها حاليا، مرر وسجل اللاعب الأميز في نادي النجمة إن كان الحارس علي أنور وأيضا محمد حبيب. بلال بسام، الرمية الجزائية الثانية التي ينفذها بلال بسام، كورة لوب جميلة يا بلال، جميلة منك يا بلال، كورة أسقطها بهذه الطريقة موه ومن ثم أسقطها على الحارس علي غسان. 15 دقيقة و9 ثواني ليعود النجمة فارق 5 أهداف حتى الآن في الشوط الثاني. طبعا التعادل بين الفريقين، الفارق هو 5 أهداف فارق الشوط الأول. كرة على الدائرة جميلة، ثغرة واضحة في العمق، ثغرة واضحة في عمق نادي النجمة، 20 هدف، 15 دقيقة و33 ثانية. كررت هذه الأمور عندما تبحث عن لاعب الدائرة وتحرك لاعب الدائرة الجيد في ليأخذ الأماكن الفراق في دفاع النجمة. عبد الله عبد الكريم، محمد، 16 دقيقة، آخر 14 دقيقة، محمد، سعود، تصويبه، وبرافو يا علي غسان، برافو يا علي غسان، طبعا يعطي الروح ويعطي الدافع لنادي الاتحاد علي غسان وعلي أنور أيضا في نادي النجمة. عليك أن تأخذ الثقة في نفسك يا نادي الاتحاد، صح تلعب أمام بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر البحريني وبطل السوبر الإماراتي البحريني نادي النجمة، العالمي الرهيب كما يطلق عليه من محبي نادي النجمة، لكن نادي الاتحاد عليك أن تلعب وتقدم ما لديك ولن تخسر الكثير. اختراق جميل، اختراق جميل لأول مرة نادي الاتحاد يعني يسجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني، 17 دقيقة و3 ثواني، ويقلص الفارق إلى 3 أهداف. فيها إيقاف، فيها إيقاف، هي السحب من البداية لكن القرار للحكم سيد محمد وعلي الشويخ، صحيح شاهد هذه العادة، هذا السحب شاهدها، عملت الشد. عموما علي جعفر وهو الإيقاف الثاني نادي الاتحاد. هل يستثمرها نادي النجمة استثمار جيد في النواحي الهجومية؟ عدم الاستعجال، تمرير بلال يعني علي فؤاد حاليا في الجناح، حاول قاسم قطع الكرة، كرة ودخول يا علي، دخول عبد الله عبد الكريم بهدف، هدف 25 هدف، 17 دقيقة و41 ثانية، 4 أهداف فارق، 4 أهداف ليس بالفارق الكبير، وهناك متسع من الوقت. أيضا مشاركة اللاعب رقم 7 حاليا في نادي الاتحاد محمود باسم، من الخامات الجيدة أيضا سواء في الجناح أو في الساعد الأيمن، محمود باسم الأنيق يحاول، كورة على الدائرة تضيع ورمية حرة، سحب الحارس للعب 6 لاعبين في النواحي الهجومية، المرمى فاضي، عليك أن تكون حذر في التصويب يا محمود، محمود علي يسجل الهدف، 22 هدف، 18 دقيقة و40 ثانية، برافو يا محمود. سعود الاختراق، وجميلة منك يا سعود،
جميلة عملية الاختراق وعملية الاندفاع من المنطقة الخلفية لسعود. يعود بالفارق 4 أهداف. يعني هنا كان في تعادلين في الشوط الأول، أول تعادل كان 3 مقابل 3 و 4 مقابل 4 أو تعادل 1، ومن ثم أخذ النجمة السيطرة في هذه المباراة. أي رمية حرة مهدي علي الأنيق، محمود حاول تمريرة ودخول خط أو ملامسة الخط على اللاعب الدائرة، يعيدها الحكم علي الشويخ. آخر 10 دقائق و5 ثواني عن نهاية الشوط الثاني ونهاية هذا اللقاء، والأفضلية لحد الآن لنادي النجمة في افتتاح الدوري. خالد بن حمد لكرة اليد، والراعي الرسمي بنك الأهلي المتحد. تمرير ارتقاء جميل يا عبد الله عبد الكريم. وين الدفاع نادي الاتحاد؟ قلت لك هناك سلبية في الدفاع نادي الاتحاد، عدم مواجهة حامل الكرة. شاهد هذا الارتقاء الجميل، 27 مقابل 22، يعود الفارق إلى 5 أهداف. وتغيير في الحراسة أيضا لنادي الاتحاد. تصويب جميل بهدف، هدف لنادي الاتحاد. محمود 21 دقيقة، 23 هدف، وهذا هدف سريع نادي النجمة. ذكرت لك نادي النجمة عقب الهدف على طول يسجل هدف مباشر، لا يترك المجال لنادي الاتحاد في أخذ أنفاسه. طبعا هذا الأسلوب الذي يتبعه نادي النجمة، يحتاج نادي النجمة طبعا يتدرب على هاي الأسلوب طبعا من ناحية التدريبية في التمارين ويطبقها في المباريات. عملية السلبي عباس وحمد الشملان، برافو بعد دخوله حمد، وهذا فاست بريك وبرافو لهذا اللاعب. يقطع هذه الكرة مصطفى محمود، برافو. طالع المسافة الذي قطع فيها هذا اللاعب، هو يلعب في الجناح الأيسر، يصل إلى مهدي سعد في الجناح الأيسر، قطع مسافة طويلة جدا، برافو لهذا اللاعب مصطفى محمود. كابتن عادل السباع والوقت المستقطع الفني، فارق 5 أهداف. ماذا راح يطلب الكابتن عادل السباع من لاعبيه حاليا في الوقت المتبقي من الشوط الثاني؟ الشوط الثاني لحد الآن يعني التعادل بين الفريقين، إذا ذكرنا الشوط الأول 16 مقابل 11 هدف، يعني 12 هدف مقابل 12 هدف في الشوط الثاني لحد الآن. شوط متكافئ بين نادي الاتحاد ونادي النجمة. آخر 7 دقائق و53 ثانية. دخول أيضا اللاعب تايجر علي عيد حاليا في نادي النجمة. حمد الشملان في حراسة نادي النجمة. محمود هود أيضا في حراسة نادي الاتحاد.
دوران المولاني والبحث على الثغرة حاليا، التمويه واللعب على لاعب الدائرة، هل يحصل الثغرة؟ فيها رمية حرة، عادل محمد، تسعة أهداف لعلي جعفر رقم 10 في نادي الاتحاد. محمود عباس عبد الكريم، ونبحث عن الهدف رقم 24 نادي الاتحاد، هل يقلص الفارق الى 4 اهداف؟ عباس تمريره جميله ولا احلى منك يا الشملان يا حمد، تصدي جميل يا حمد يا الشملان، ردت فعل جميله، كوره جميله، جراند باس من عباس عبد الكريم، المولاني لم يستثمرها استثمار جيد، تضيع هذه الفرصه ويبقى الفارق 5 اهداف. المولاني والتفاهم الجميل بينه وبين عباس عبد الكريم، لكن عليك يا المولاني ان تركز في التصويبات. هل نجمه ياخذ الفارق الى 6 اهداف؟ راح نتابع هذه الهجمه وعمليه الدوران. عبد الله عبد الكريم، سعود عبد الرحمن، محمد على الدائره، تمريره تضيع ورميه حره، دفاع متماسك حاليا. محمد ميرزة، سعود، محمد حبيب، تصويبه، برافو يهود، فاست بريك، لكن التقاط الكرة من محمد حبيب، تغطية جميلة من محمد حبيب، والوقت المستقطع حاليا يطلب الكابتن سيد علي الفلاحي. 24 دقيقة و10 ثواني. طبعا مسابقة الدوري كرة اليد البحريني انطلقت سنة 1974 1975، يومها حقق نادي النجمة حاليا تحت مسمى نادي السلمانية أول ألقاب بطولة الدوري. نادي الأهلي حقق أول لقب له في موسم 1983 1984، ليحقق أول ألقاب النادي الأهلي، بينما نادي بربر ما خابتني الذاكرة في 2001 2002 هو اللقب الأول له الذي حققه نادي بربر، وأيضا نادي الدير 2010 2011 هو أول ألقاب نادي الدير. هل نشاهد بطل جديد لمسابقة كرة اليد؟ اختراق جميل، والقائم يلعب مع نادي الاتحاد، تضيع الكرة من محمد حبيب، هناك أندية تبحث عن أول ألقابها، تمريرة دخول خاطئ، صادك فيها محمد حبيب، الفاست بريك القاتل يظهر حاليا من خلال هذه اللعبة لمهدي سعد. مهدي سعد صور يعني طوال الشوط الأول والشوط الثاني لم نشاهد العملية الفاست بريك كثيرا لنادي النجمة، ارتداد جميل لنادي الاتحاد بعد فقدان الكرة، لكن عموما هذا الهدف يوسع لأول مرة الفارق إلى 6 أهداف. تايجر في الدفاع، علي عيد، تمرير، محاولات، عندما تلعب قريب من المدافعين راح تقع في المحظور يا الأنيق، يبحث على الكرة، تمريرة جميلة منك يا عباس يا عبد الكريم، ودخول جميل من اللاعب
الجناح، ذكرت لك هذا الجناح أيضا رقم 7 يمتلك مهارة جميلة في التصويبات، محمود باسم. محمود باسم خلص الفارق إلى 5. عادل محمد الساعد الأيمن، تغيير في المراكز، عبد الله تمرير، دخول علي فؤاد، وبرافو برافو للحارس، برافو تصدي محمد هود. كرة هل يعود بفارق 4 أهداف؟ علي فؤاد يضيع الكرة الأخيرة بعملية اللوب، اسقاط الكرة والتصدي الجميل وردة الفعل من الحارس محمد هود. أنيق تصويبة جميلة، لا تصد ولا ترد منك يا الأنيق. 26 دقيقة يقلص الفارق نادي الاتحاد، قلص الفارق نادي الاتحاد إلى 4 أهداف، هدفين متتاليين لنادي الاتحاد بعد أن كان الفارق 6 أهداف. الشوط الثاني مقاير يقدم نادي الاتحاد، هو يتقدم في الشوط الثاني حاليا بفارق هدف على النجمة. تقاطع، تصويبة جميلة من محمد، هدف محمد، 30 هدف، 27 دقيقة 18 ثانية، تصويبات جميلة للاعب محمد حبيب. الأنيق والاختراق ورمية 7 أمتار. آخر 2:30، طبعا الفارق 5 أهداف، صعب على نادي الاتحاد أن يعود أو يقلص، يعني يقلص الفارق ممكن، لكن أن يعادل النتيجة أو يتقدم بهذه المباراة صعبة. تصويبة جميلة من علي، علي جعفر، 26 هدف. مقابل 30 هدف. أفضل المسجلين علي جعفر. كورة على الدائرة. تايجر يبحث عن أول أهدافه، تضيع هذه التمريرة من تايجر. وتضيع على علي فؤاد. والمرمى كان فاضي. محمد هود. آخر 2:30. راح يلعب ب7 لاعبين حاليا، يسحب الحارس الكابتن علي عادل السباع. يلعب 2 على الدائرة في محاولة تقليص الفارق. وإن نجح في هذه اللحظات يبقى أمامه 2:13 والفارق 4 أهداف. أطال الهجمة، أطالها كثيرا. دخول واختراق جميل من الأنيق، اختراق جميل. 27 آخر 2 قلص الفارق إلى 3 أهداف. الشوط الثاني أفضل نادي الاتحاد، ذكرت لك علي عيد. وتايجر يبحث عن أول أهدافه في هذا الدوري. طبعا لم يشارك من بداية المباراة علي عيد، لديه إصابة بسيطة، يعتمد على التمرير. ومهدي، برافو من مهدي، 31 هدف. آخر 30 ثانية، خلاص يعني هذا الفوز الأول لنادي النجمة في دوري حمد، دوري خالد بن حمد، وأول خسارة لنادي الاتحاد. دوري من دورين هذا الموسم. علي جعفر، اختراق وهدف من علي جعفر، 28 هدف مقابل 31 هدف. الفوز الأول لنادي النجمة في دوري خالد بن حمد في هذا الموسم، والخسارة الأولى لنادي الاتحاد. مبروك لنادي النجمة وهارد لك لنادي الاتحاد. كان معكم محدثكم توفيق الزاكي، وإلى اللقاء.